السلام عليكم ورحمة الله. الخامسة من مساء تونس، مرحبا بكم مشاهدينا في متابعة أخبارها. التفكير في سياحة متجددة ذكية تستثمر مقدرات المناطق الحضارية والإنسانية والطبيعية لخلق ثروة مستدامة، واحد من أهداف الاحتفال بيوم السياحة العالمية كما يراهن عليه مشرف القطاع بولاية سوسة. وقد كرموا بالمناسبة السياح الأكثر وفاء لجوهرة الساحل وشطوطها وأناسها وثرائها الثقافي. فقرة تنشيطية تخللها تكريم للأوفياء من السياح الوافدين على سوسة، سياح اختاروا زيارة جوهرة الساحل والعودة إليها منذ أكثر من 40 سنة. جئت إلى هنا للمرة الأولى سنة 79، ومنذ ذلك الحين أعود كل سنة مع عائلتي للسياحة والإقامة هنا لشهرين. أتردد على مدينة سوسة منذ 12 سنة بفضل مناخها ولطف أهلها. الاحتفاء باليوم العالمي للسياحة شمل أيضا تقديما لأطباق من الموروث الغذائي وعرضا لمنتجات من الصناعات التقليدية، تنوع ثقافي من أجل إعادة التفكير بالسياحة كركيزة أساسية للتنمية. الاحتفالات هذه شملت برشا نقاط، بديناها من الأسبوع الفارط، فما تظاهرات رياضية تمت، فما سيارات ميكانيكية تعرضت لهنا في المرسى القنطاوي. اليوم الاحتفال اخترنا أنه في النهار هذا اللي هو يوم العالمي للسياحة أن نحتفي بالسواح الأوفياء للمدينة. هذا الموسم 2022 كان بطبيعة أفضل من موسمي 2021، إلا أن نقارنوه كذلك بالسنة المرجعية 2019 نلقاو إحنا في سوسة حققنا تقريبا 74% من عدد الوافدين بالمقارنة مع السنة المرجعية 2019، وهذا رقم إيجابي لأنه كان المؤمل أن نحقق ما بين 50 و60% كما أعلنت عليه وزارة الإشراف والديوان الوطني التونسي للسياحة. وإحنا في هذا الخضم نواصل معناها الاستعداد للمواسم القادمة، ونحتفل اليوم باليوم العالمي للسياحة تحت شعار يعني غي بونسي لتوريزم، لنعد التفكير في السياحة. اليوم نخمو في سمارت توريزم، كيف نجدد، كيف نستمر، كيف نجعل من المواسم السياحية في امتدادها أكثر ما يمكن حتى تستجيب لكل الأذواق عبر العالم. فما شوية سياحة، فما شوية إقبال على الصناعة التقليدية. بالحق ساعات تعمل معرض يجيوك السياح وتفرح باش ياخذوا عندك المنتوج التونسي. ما فماش إقبال بالكل. اليوم يوم العالم للسياحة وفي القنطاوي، مسلسل القنطاوي يكون حافل أكثر من هكا. قطاع السياحة في سوسة استعاد 74% من عافيته مقارنة بالسنة المرجعية 19 و2000. يبقى البحث عن سبل أخرى تجعل من هذا القطاع قاطرة للتنمية المستدامة. مدرستي مشروع صيانة وتعهد بالترميم والتزويق لمدارس متآكلة البنى خدمة لمصلحة التلميذ العليا وحقه في ظروف تمدرس كريمة. تتواصل بالمدرسة الإعدادية بسند أشغال التهيئة والصيانة لمحيط وواجهة هذه المؤسسة التربوية وإعادة بناء وتجهيز وحداتها الصحية ببادرة من جمعية تيسير للتنشيط والمحافظة على البيئة بقفصة في إطار مشروع لا نلعب بالحقوق للمركز التونسي المتوسطي وبشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بقفصة. تقريبا التدخل متاعنا كان في تهيئة الوحدة الصحية بالكامل، كيف ما تشوف وتلاء المؤسسة بالكامل من الدرتوار، من القاعات نتاع التكنيك، من القاعات في الساحة هذه نتاع الأقسام، ونحاول نحدوا من الآفة هذه نتاع الانقطاع المبكر عن الدراسة، خاطر التلميذ وقت اللي يلقى فضاء ملون وفضاء هو شارك أصلا في الخدمة نتاعو وفي العمل نتاعو ما ينجم يكون كان فرحان. الهلال الأحمر فرع سند ديما يد ممدودة لكل الجمعيات ولكل المنظمات اللي باقية تنشط وباقية تقدم في الإضافة. نتابعوا البروجي هذايا بالمرافقة الفنية، يعطيهم الصحة ونثمنوا مثل هذه المبادرات، وإن شاء الله تعمل برشا مؤسسات تعاون مجهودات الدولة بإذن الله، وحاجة خارقة للعادة. حلة جديدة تجملت بها المدرسة الإعدادية بسند لاستقبال أبنائها التلاميذ الذين انخرطوا بدورهم في هذا النشاط التطوعي إلى جانب الإطار التربوي المشرف من أساتذة وإداريين لمؤسسة تربوية لم تشهد تدخلا يذكر منذ تاريخ أحداثها سنة 95 و900 و1000. كما المؤسسة التربوية كل تشتكي الإعدادية برشا نقاس، خاصة التزويق والدخل. الحق الخيان في الجمعية برشا، والمدير جديد
زين لنا الكليج بيا المؤسسه نتاعنا تكون جميله ومن احسن المؤسسات. ونشكر الجمعيه اللي جت ودهنت لنا والكل. البروجي هذا اللي سمعت بيه انت تشجعت باش نشارك فيه وحضرت. يعطيهم الصحه، تبدل الوجه نتاع الكليج، حاجه سمحه هذه ترجع بالنفع معناتها بوزيتيفمون على التلامذة. المدرسه الاعداديه بمدينه سند التي تضم في صفوفها قرابه 400 تلميذ وتلميذه ومطعم ومبيت مدرسي للتلاميذ المناطق الريفيه لا تزال تعاني من عديد النقائص على غرار ملعب مهيئ لممارسه الرياضه ونواد تربويه ثقافيه قادره على احتضان التلاميذ في الساعات الجوفاء. والتحقت ريمو بالمدرسة، حملت محفظتها وأدواتها وركضت إلى مقاعد الدرس كأترابها، والتحقت بالسنة الأولى وإن في سن الثامنة. حققت ريمو حلم طفولتها التي خذلتها الظروف الصعبة، وتضافرت جهود عديدة لمنحها حقها في التعلم بعد أن كنا وقفنا عند حال حرمانها من التمدرس في نشرة أخبار الثامنة السبت الفارط. حب نقر. نحب نكتب ستيل. طموح طلاب العلم والتعلم رجاء أو هو تمني لطفلة 8 سنوات أصيلة منطقة جدليان بولاية القصرين ريم، الطفلة التي كانت تعانق الأسوار الخارجية لإحدى المدارس بالجهة وهي تأمل في الانضمام إلى فصولها، ها هي اليوم أصبحت من رواد المدرسة الابتدائية 2 مارس بالمنطقة لتتبدد لديها مشاعر الحسرة والألم وتولد أخرى مفعمة بالفرحة والأمل. يا فرحانة كشت ناقر يوم نيس فرحت فينا فرحانة برشا. فرحت برشا بريم اليوم كيف جت تقرأ عندي سنة أولى وإن شاء الله تعدي معي عام باهي وتنجح. وقد ساهمت أطراف عديدة في تمكين التلميذة ريم من دخولها إلى المدرسة التي طالما حلمت بالجلوس على مقاعدها بعد أن سعى فريق الأخبار بجهة القصرين إلى إيصال صوتها للرأي العام في نشرة السبت الماضية. اليوم استقبلنا لليوم الثاني ريمة تلميذة جديدة بسعادة أمس عديد الأطراف، المندوب الجهوي للتربية، المدير المساعد للمرحلة الابتدائية، السيد معتمد المنطقة، المجتمع المدني متمثل في الهلال الأحمر وعدة منظمات، الشؤون الاجتماعية اللي أسعينا باش ترجع البنية هذه. هو اليوم يوم سعيد بالنسبة لعودة ريم، وبالنسبة لريم نحن نساعده كل تلميذ ظروفه يعني الاجتماعية متدهورة شوي، وسعداء جدا اللي نرى ريم اليوم في فصلها ومع زملائها الصغار. موجود بكثرة ظاهرة القطاع المبكر على الدراسة، يلزمنا إحصاء لهذه الحالات. وفي ظل غياب الإحصائية الرسمية فإن الصعوبات الاجتماعية للعديد من العائلات التونسية في مختلف الجهات الداخلية تحول دون تدريس أبنائهم أو تجبر بعض التلاميذ على الانقطاع المبكر عن الدراسة. حملة تمتيع أكثر من 600 طفل بنظارات طبية تؤمنها جمعية رؤية من أجل الحياة بولاية القصرين مع العودة المدرسية بعد أن كان الصغار تلقوا كشوفات على أعينهم خلال الصيف. من جديد تعود جمعية رؤية من أجل الحياة إلى ولاية القصرين لتقديم خدماتها لتلاميذ المناطق الريفية بالجهة، تلاميذ يعانون إشكالات بصرية وهم في حاجة إلى نظارات طبية. من شهر جوان ثم صغيرات قاعدين في على جميع ولايه القصرين يعديو في الطب المدرسي في المستشفى في القصرين ومش لاقين باش يعملوا نظارات طبيه. دونك احنا كجمعيه كل عام قاعدين نجيو، والصغيرات اللي مش قادرين باش يوفروا المونتور قاعدين احنا كجمعيه نتبرعوا بالبلار وبالمونتور مجانا. احنا في خلال العطله الصيفيه وقع عياده قرابه 600 تلميذ وقع توا استدعائهم باش بالتعاون مع جمعية Vision for Life اللي هي رؤية من أجل الحياة باش يوقع مدهم باليونيت دو فاسون ماتغراتويت. أكثر
أكثر من 600 تلميذ من مناطق مختلفة بولاية القصرين تمت معاينتهم مسبقا من قبل فريق الطب المدرسي بالجهة من خلال عمليات استقصاء بالوسط المدرسي وخارجه وتلاميذ مكانتهم اليوم جمعية رؤية من أجل الحياة من نظارات طبية. حملة على نهارين أمس شفنا 206 صغار والبقية نستنى فيهم اليوم إن شاء الله. حد الآن تقريبا ثم أكثر من ممكن في حدود 150 صغير وما زالت الحملة متواصلة. أبيه القصرين صغيرات القصرين ميرسي بوكو يعيشهم. أسدت جمعية رؤية من أجل الحياة خدمات طبية خلال السنة الدراسية الماضية لحوالي 2000 تلميذ بكامل ولاية القصرين، فيما تدخلت منذ أحداثها سنة 2017 لفائدة أكثر من 20,000 تلميذ بكامل ولاية الجمهورية. صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 715 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلق بأحداث برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به. برنامج يقوم على تمويل مشاريع فردية أو مشتركة بين فردين أو أكثر من الأسرة نفسها أو من أسر مختلفة تستجيب لشروط الانتفاع به. تفاصيل أكثر عن الأمر تجدونها مشاهدينا بجريدة الرائد الرسمية الصادرة بتاريخ أمس 27 سبتمبر 2022. تحديات التنمية بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة ورهانات رفعها والأليات الضرورية لذلك وغيرها من الملفات الحيوية محاور ملتقى منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالجهة الذي يبحث الإشكاليات معيقة التنمية هناك ويقترح لها حلولاً. تدهور البنية التحتية بالمناطق الريفية ومناطق التوسع البلدي بمعتمدية بوسالم إلى جانب غياب عديد المرافق الحيوية بها مع تدني مستوى الخدمات المزداة للمتساكنين عوامل ساهمت جميعها في تراجع مؤشرات التنمية بالجهة وباتت تنذر بمخاطر عدة في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة هي أبرز محاور منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي نظمته جمعية مجتمع التنمية والمواطنة بدار الشباب ببوسالم. الخدمات اللي ماهيش متوفره في اعظم مناطق البلديه كتنوير عمومي، مسالك الريفيه ماهيش مهيئه، طرقات مرقمه وماهيش مهيئه، مدارس في مدارس ابتدائيه في مناطق ريفيه وتفتقر لبرشا ضروريات، مراكز صحه اساسيه وتفتقر لطبيب صحة عمومية، تفتقر للأدوية. نعتبر اليوم أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في معتمدية بوسالم وفي أرياف معتمدية بوسالم ما زالت ما ترتقيش للحد الأدنى متاع مواطن فاعل في محليته في معتمديته في منطقة البلدية. ما زال اليوم البوسالمية وأهالينا في بوسالم ما زالوا يعانوا العطش. المنتدى مثل فرصة لعدد من المتدخلين من ناشطين حقوقيين وممثلي المجتمع المدني وغيرهم لتعريف الحاضرين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاجتماعية الخاصة بالمناطق الريفية ومناطق التوسع البلدي بمعتمدية بوسالم وتقديم مقترحات وحلول لجملة هذه الإشكاليات التي باتت تشكل عائقا أمام تمتع المواطنين بحقهم في العيش الكريم. احنا اليوم نعتبر أنه من الحلول العاجلة هو وضع مقاربة تشاركية حقيقية تمشي أكثر ما يمكن تستهدف المواطن. اثنين، استئناف المشاريع المعطلة. عندنا مستوصف بالجهة نطالبوا أنه على الأقل كل المناطق المجاورة للمنطقة هذه، والمنطقة هذه تعتبر الوسط نتاع المنطقة هذه، كل أقل حصة ليلية متواجدة تبيب قائم غاديك متواجد. الفلاح الصغار يعانوا في ترويج معناها المنتوج نتاعهم، فكرنا باش نهيك لهم في مجامع مهنية وبعد التالي معناها شركات تعاونية ونحاولوا خاطر عندنا شركة تعاونية تأسست عندها تو تقريبا ما يزيد عن 8 سنين وناجحة معناها بامتياز. تطوير شراكة حقيقية بين المتساكنين والبلدية من شأنه المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبعث مشاريع استثمارية للنهوض بالوضع الاقتصادي بالجهة والقضاء على أصناف العمل الهشة في عديد القطاعات على غرار القطاع الفلاحي بالخصوص. محملة ب 27,300 طن من مادة السكر الخام المستورد من البرازيل رست فجر اليوم بميناء بنزرت التجاري استوردها
سفينة استوردها الديوان التونسي للتجارة بعد يومين قضتهما بالمنطقة البحرية. وفق مصدر مسؤول بالجهة أكد أنه تم توفير الآليات اللوجستية والبشرية الضرورية لانطلاق عملية إفراغ الحمولة كاملة بالتعاون مع شركات الشحن العاملة بالميناء وبقية المصالح الديوانية والأمنية، ومن ثم توجيهها إلى مخازن الديوان التونسي للتجارة ومنه إلى مصنع السكر بباجة أين سيتم تكريرها. تعرف الفلاحة بنبتة السلجم وتشجيعهم على زراعتها والاستثمار فيها موضوع يوم توعوي نظمته الجهات المعنية بقطاع الفلاحة جهوياً لفائدة فلاحي القيروان، أكدوا فيه على مردودية إنتاج المادة العلفية الهامة ومنافعها كما انتهى إليها المختصون والباحثون. السلجم الزيتي زراعة مستجدة في تونس، ينتسب في عدد من الحقول بالشمال الغربي وبنزرت ونابل، ويساهم في توفير الزيت النباتي فيما تستعمل فواضل عصره لإنتاج الأعلاف المركبة. وفي إطار التعريف بفوائد هذه النبتة انتظم يوم إعلامي بالقيروان يهدف إلى تحسيس الفلاحين بمميزات نبتة السلجم. السلجم الزيتي نحن في حاجة ليه كاستعمال يعني الزيت اللي هي زيوت بالنسبة لنا احنا أصبحت مكلفة والأسعار مرتفعة، ونأمل أنه يقع الإنتاج متاعها على مستوى وطني. كذلك الأعلاف وارتفاع الأعلاف وما أدرك ما الأعلاف، يعني السلجم الزيتي هذا يوفر لنا الأعلاف سواء الدجاج أو الأبقار. الحاجة الأخرى واللي هي ربما مهمة جدا هو يساهم في التداول الزراعي مع الحبوب. النبتة هذه الحقيقة هي مربحة ومربحة جدا وأفاقها واعدة وكبيرة بالنسبة للفلاح، وذلك علاش نشجع فلاحتنا للإقبال عليها بالطبيعة. علاش؟ لأنه أول حاجة على مستوى المردودية يزرع بعدها قمح وإلا شعير، المردودية تزيد تقريبا ب20%، هي نبتة عاسلة يحبها برشا النحل، هي بالطبيعة تخصب التربة من المواد العضوية، وبالطبيعة هي معناها المردودية نتاعها الحقيقة مردودية عالية جدا. وما تزال تجربة إنتاج السلجم محتشمة في ولاية القيروان بسبب مناخها الحار والجاف، وهو ما يستوجب زراعتها مروية. القيروان تعتبر معناها المساحات ما زالت معناها محتشمة، اللي نزرعوا فيها في تونس هي أصناف ربيعية دونك تتماشى مع المناخ نتاعنا، دونك الحاجيات نتاعها مستحسن معناها نزرعوها في المناطق اللي التساقطات فيها تكون معناها من 350 إلى 400 ملم فما فوق. في القروان نجم نعتمدوها تحت النظام المروي، عندها معناها حاجيات غذائية كما معناها التسميد الأزوتي والفوسفوري والبوتاسي. حيث المساحات دونك تجي ولاية باجة في المرتبة الأولى، ولاية بنزرت، ولاية جندوبة. الهدف أنه نبلغ في 150 ألف هكتار سنة 2030، ولما لا دونك نتوسعوا حتى أكثر باش نحقوا على قليلة معناها حتى 60% من حاجياتنا. ويحتل زيت السلجم المرتبة الثالثة عالميا بعد زيت النخيل وزيت السوجة من حيث الإنتاج، ويمكن أن يساهم في التقليص من حجم الواردات التونسية من الزيت النباتي. حتى ألقاكم في مواعيد إخبارية قادمة، لكم مني أجمل التحايا مشاهدينا، في أمان الله.